اسمع، لازم الحق التقديم، لهيك ما تعطوني كل شيء شغل بالبيت رجاء. لمين بنعطي الشغل؟ قل لي لمين بنعطي. اسمعني علي، انا عم اخسر حياتي الخاصه، ما ضل عندي حياه خاصه بنوب. امشي يا علي، امشي، قوم يلا. طيب طيب، خلينا نروح نشوف شو المشكله. لك على طول بتثبت لي انك نمر حقيقي، والله انك اسد والله. تعال عندي، تعال. خلاص امشي. لك انزل عني حاج يا لطيف. شو مصلحجي؟ خلص سنون، امشي يلا. يا الله. وينو هاد؟ شفته مانو بغرفته. اركدوا. شو عم تعمل؟ ما بعرف، بس أنا تخيلت إذا عملت هالشي رح يصير انفجار صباحي ورح فيق من هالحلم، بس ما صار شي. وأنت شبك يا صديقي؟ مين اللي مخليك هيك متضايق من الصباح؟ مين يعني غير سنان؟ ليك، يا رح كسر راسه يا الآلة تبعه. آلة شو؟ آلة المي. آلة المي؟ لك إيه، هاي الآلة السخيفة يلي بتضل تعمل صوت مطر، ما عم تخليني نام بالليل. مو معقول. طول بالك، إذا هيك أنا رح أعطيك إحداثيات سنان بالحمام. أيوة يا رجل، أنت فنان فنان. شو مشكلة الباب؟ لك المشكلة مو بالباب. طيب تمام، بالمسكة فهمت. لقيتك، تعالي. طيب يا سنان، هاي لأنك طعميتني بيض بالبندورة اللي فيها، وهي لكل مرة كنت عم بحلم فيها حلم حلو فيقتني آلتك الغبية بصوتها المزعج، وهي لأني بكره منظرك. لك شو عملت أنا؟ لك هي انكسرت. يا الله، ليه صار هيك؟ هلا رح يصرعنا أسبوع كامل، ما رح يسكت. كيف بدي صلحها؟ ولك ليش كسرت لهي؟ اوعك تقول لحدا وخلي هالشي يصير بيناتنا. ليك انا بعرف انه عندك ضغط كبير بالشغل وباب كتير لتصلحها، بس انا رح كون ممنونك كتير اذا ما اجلتني لبكره. عكل انا اخذت رقمك، تمام؟ شو رأيك تعطيني بخشيش؟ ها؟ ما تعاملني كأني عامل عندك. خلص قلت لك رح صالحه. يا أخي عن جد يسلم إيديك، أنا رح روح جهز حالي هلأ. ماشي؟ يلا روح. أنا رح روح. سلام. شو هاد؟ أنا صرت متأكد إنه جارنا طقمخه على آخر. وشو بده كمان؟ هاي الملاحظة رقم 12. تشاهدون مسلسلاً في أوقات المساء وتبطئون الإنترنت الخاصة بي. إن تكرر هذا سأرمي تلفازكم بالأسيد. وحاطط له 17000 ميم. أرم عن جد مانو طبيعي بنوب، بضل عم يلعب بلعبة المزرعة الغبية ومن الصبح للمساء. نعم يا أستاذ. أنا رايح. ما رح تتغير. أنا نمت هون؟ علي شو صار بآخر الفيلم؟ لا استنى، ما تقول، رح أشوفه. يا عيني، أكيد أنا رح دوخ كل البنات بهذا العطر. وليش هالعلي الغبي ما عم يقدر قيمتك؟ عن جد شو إنه واحد غبي. أوه. خليني أمشي. أنت شو عم تعمل هون؟ هذا العطر مو لعلي؟ إيه لعلي، لعلي.
أوغوز، أنا دائما كنت حزين لأنه عندي سر مع جوكهان، بس هلأ صار في سر بيني وبينك كمان، بترجاك تحتفظ فيه. نلاحظ التكاثر الجنسي عند الحيوانات التي تمتلك عمود فقري، والبذريات أيضا، والديدان الدائرية والرخويات والشوكيات وكذلك المفصليات أيضا. أوغوز ما عنده عمود فقري، معقول ما بيقدر يتكاثر؟ إن الخلايا التي تشكلها الخلايا الأم التكاثرية عند الأنثى عن طريق الانقسام المنصف تسمى البويضة، والخلايا التي تشكلها الخلايا الأم التكاثرية عند الذكر شي؟ عن طريق الانقسام علم الأحياء التكاثر الجنسي بالنطفة. واو، درس ما بتفوت. عم استناك تحت، رح نروح للمكان اللي قلت لك عنه، بس يخلص الدرس تعال، أو أقول لك اترك الدرس وتعال هلأ، أنا برجع بشرح لك عن الموضوع، تعال ضروري. والبويضة الملقحة التي تتشكل نتيجة اتحاد النطفة مع البويضة تسمى بالإخصاب. أستاذ؟ نعم ابني. ممكن أطلع لبرا؟ حاسس حالي تعبان شوي، لأنه هذا الموضوع ذكرني بجدي. فيك تشرح لي نحن ليش إجينا لهون؟ وشو هذا المكان؟ معقول نستنى الدور كله لنفوت لعند مشعوذ؟ يا أخي طول بالك، وليش مستعجل؟ اهدى شوي، شبك استنى واتطلع حواليك. برأيك أنا ليش جبتك لهون؟ اسألني اسألني، ما رح تندم. اسألني اسألني ولو لمرة واحدة سؤال. خلاص طيب خبرني ليش؟ لهذا السبب. ايه تماماً مثل ما عم قلنا، هو قدر يعرف كل شيء. قال لي إنه رح أتعرف على حدا قريباً، أول حرف من اسمه تاء، ورح يكون لابس نظارة شمسية. طيب منحكي بعدين. أي شبك مانك شايف قدامك؟ أنا كتير آسف، بتمنى تتقبل اعتذاري. بالمناسبة أنا تاجي. تاجي؟ وأنا نور. ايه خبريني شو قال لك كمان؟ قال لي إني رح ألتقي بشاب في بوشه علامة واضحة، رح ألتقي فيه بكرة أو بعد بكرة. يلا خلينا نمشي. شكراً لك، سلام إيديك. على مهلك. أنا كتير آسف، أنت منيحة؟ كأنه في علامة على وشك. قربي شوي، أنا بمهمة كتير سرية هلأ. شو المهمة؟ سرية كتير، بخبرك على انفراد. شو رأيك أخي؟ وفرحان بحالك؟ عن جد إنك واحد وسيخ. مو هاد موضوعنا، المهم إنه هذا الزلمة ماله طبيعي بالمرة، أي شي بيعرفه. هذا كله حكي فاضي. ليك كراديمير، صفتي شخص كل يوم عم يجي لهون ويداوم بهذا المكان، بقدر أقول لك إنه نسبة رضا الزباين عن هذا الزلمة 93%. لك هو أخذ تقييم 5 نجوم على التطبيق تبعه، وإذا مالك مصدق حكيه فيك ترجع اللي دفعتهم. إمتى ما بدي؟ لك طبعاً كراديمير، خليك مستعد لأنه أدرك رح يتغير على إيد هذا الزلمة، أنا متأكد. يعني شو الشي اللي ممكن يقوله وأنا ما بعرفه؟ بعطيك مثال، السنة الماضية رسبت بامتحان قبول الجامعة، ما هيك؟ طيب ما عم تتساءل شو ممكن يصير هاي السنة؟ مثلاً من منحة تاني، الحب مثلاً، يعني شوف مروة، أنتوا انفصلتوا ما هيك؟ انفصلتوا، ما عم تتساءل مثلاً وين ممكن يكون راح هذا الحب كله؟ موضوع مروة أنا شلته من بالي من زمان. بس أنا يعني عندي شوية فضول أعرف شو صار فيها من بعدي، رح أسأل عن هذا الموضوع. تفضل استاذ، هلا صار دور حضرتك، السيد سلامي بانتظارك. يلا يلا يا رفيقي دورك، يلا قوم يلا بسرعه، المستقبل بانتظارك، قوم. خلاص بكفي، وسكر لي تمك، لا عاد تحكي بنوب، سكوت، رح فوت. يلا يلا فوت يلا. اهلا يا ابني، تفضل عود. أنت متوتر شوي، مو؟ أفكار عم تاخدك وأفكار عم تجيبك. أنا حاسس كأني شايفك من قبل. يفضل ما عاد تحكي، بس
هلا انت بس عود واسترخي. يا ترى شو كان اسمك؟ استنى 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 جوكمان لا جوف جوك فران لا جوكشان. على ما يبدو في مشكلة بالاتصال اليوم. آسف. جوكان جوكان اسمك هو جوكان. أوه عرفت؟ عرفت. طيب يا ابني وهلا خليني اشوف شو رح يخبروني عنك. انت مبدئيا يا ابني رح تموت بعمر 89. رح موت بال 89؟ ايه رح تموت. هالشي رح يصير عاجلا ام اجلا. لا تنصدم، لتكون مفكر رح تعيش للابد. الدنيا حياة وموت، ونحن كبشر مصيرنا هو الموت وما في مفر. تمام؟ اللي كيف كانت امتحانات الجامعة تبعك يا ترى؟ ها؟ خبروني انك رسبت بالامتحان. ايه للأسف إجاباتي كانت كلياتها غلط، ورسبت مو بس بامتحان واحد، بكل الامتحانات. أنت عم تقرأ شيء ولا شو اللي عم تعمله؟ لا أنا عم بلعب. آه بأي دوري؟ بالدوري الإيطالي. سمعت إنه في تلاعب بالنتائج. والله إنك فنان يا أستاذ. فهمت الموضوع صح. مبين إنه نفسيتك كتير تعبانة، خبرني كيف عايش؟ يعني فيك تقول إني عايش يومي. برأيي ما عاد في داعي لحياتك. قدم استقالة. نكتة. جبك شو صار لك؟ كنت عم بمزح معك مو أكتر. المهم في بنت كسرت لك قلبك ودمرت لك حياتك مو؟ لا مو لهي الدرجة يعني. هي مبلا، هي أخذت قطعة من قلبك مو هيك؟ مبلا. إيه لحظة بس لقلك شو اسمها. ميم ببلش بحرف الميم. مروة. اسمها مروة. مستحيل هالشي، مستحيل. انت قلت مروة؟ بيلك واحد بس للهاتريك؟ ما بعرف شو قلت لانه ما بعرف انجليزي بنوب، وانا مو ناوي اتعلم ابدا، بس فهمت اللي قلته شيء كتير منيح. ايه اسمعني، بس تطلع من عندي فورا بتقيم تطبيقي بخمسين جوم ماشي، وبتدخل على قناتي باليوتيوب وبتكتب مدح لألي بالتعليقات. تمام تمام، رح اعمل كل شيء قلت لي عنه، بس كيف بقدر انجح بامتحانات الجامعة؟ ما في ولا شيء رح يزبط معك ابدا، ما فيك تعمل علاقة لانه انابيبك مسدودة، وحتى انابيب الحظ عندك مسدودة، لهيك ما رح تنجح لا بالدراسة ولا بالحب. انتهينا خلص، روح من وشي. طيب شو ممكن اعمل لحتى تنفتح انابيب الحظ؟ طمن، لانك انت اجيت على المكان الصح، لعند سلامة ششمة. اللي شو لازم اعمل هلا؟ ما في داعي للتوتر، سلامة ششمة جنبك دائما. المهم هلا خذ هي الورقة وحاول تطبقها بالحرف، وإلا رح تضل أنابيب الحظ تبعك مسكرة. رح طبقها بالحرف يا أستاذ. لازم جيب هالغراض من الكنيسة. ضروري جيبون من الكنيسة؟ لا مو شرط، فيك تجيبون من السوق كمان. ضع عقدة عقدة ومن بعدها ازرع البذور. البذور. ومن وين بدي اجيب هاي البذور أستاذ؟ البذور. أنت سألت الشخص الصح يا ابني. هاي البذور الموجودة عندي، خدها بيمشي حالها. هاي لازم تزرعها بجنب شجر الورد، وتماماً عند أول شروق الشمس، تمام؟ بس ما تحاول تاكلها لأنك رح تتسمم وتموت، ماشي يا ابني؟ حتى لو أكلتها رح تموت بعمر 89 أساساً، المهم ما تاكلها. طيب الحساب 180 ليرة تركية من بعد إذنك، والمبلغ بيشمل الضريبة، بس أنا ما بقطع إيصال آسف. بس هيك كتير يعني، ليش شو هو سعر الرؤية عندك؟ هي ما بتتقدر بتمن، وما في سعر محدد للرؤية. أنا ما بعرف إمتى بتجي وما بعرف إمتى بتروح. أنت معقول عم تساوم على سعر مستقبلك يا كرادمير؟ أنت عرفت كنيتي؟ طيب على القليل اعمل حسم لطلاب الجامعة. رح تدفع كاش ولا بالبطاقة؟ أنا ما باخد شيكات أبدا، ما بحب مشاكل البنك. ما بدنا نفوت بهالموضوع، لحظة لشوف. هيك رح أعطيك البطاقة، بس حاول تاخذهم بالتقسيط. ما في تقسيط بهيك مواضيع يا ابني، بس يلا رح آخذ منك بس 178 ليرة، مو مشكلة، أعطيني لشوف، هات لشوف، يلا. فيك تاخذ الوصل إذا بدك. ما بينعطى وصل ب 178 ليرة يا غبي. صح. استنى شوي، رح أعطيك الخيط، هذا بجيب الحظ الحلو وهذا مجاني، اعتبره هدية مني إلك.
يا الله، أنت رجل عظيم يا أستاذ، فعلاً إنك عظيم. سنان، اكتب لي الرقم السري تبعك، ما بدي أتوقعه هلأ. شو العمر يلي رح توصل له أنت يا أستاذ؟ ما قلت لي. يا ريت يا ابني، مالك سمعان بالسكافي حافي؟ ما. أنا ما بفهم بهي المواضيع مثلك. أنا رح أمشي. الله معك. روح يلا، روح. ما في داعي لها. أنت لساتك هون؟ ما عم تعرف تطلع؟ شو الغبي هاد؟ 7:24 سنان؟ طمني، عجبك الموضوع؟ اتسعت أفقي يا رجل. لازم افتح الأنابيب تبعي. خلينا نفتحها لكان. يلا خلينا نروح يلا. بسرعة. يا رفيقي أنا. شو بك سينا؟ قلي يا أخي. أوغوز، أنا مخبي سر، وإذا ما خبرته لحدا رح انفجر على الآخر. كيف؟ لحظة لحظة، أنت فهمني، كنت أنا مقرر أني ما أقول لأي حدا، بس إذا ما حكيت رح جن على الآخر، رح أفقد عقلي، وعدته أنا. كيف يعني؟ أنت بتعرف كمان؟ إيه بعرف، إلي أيام متكتم على الموضوع كمان. قلت لي إلك أيام؟ وأنت كيف عرفت بالله؟ وقال لي إنه أنا أكثر حدا بفهمه. عن جد؟ هلأ هو قال لك إنه أنت أكثر حدا بيفهمه؟ إيه مثل ما عم قال لك بالحرف بالحرف يا رفيقي. عن جد أنا ما عم صدق. وأنت شبك؟ قصدك إنه أنا ما رح أفهمه يعني؟ بلا، رح تفهمه رح تفهمه. يعني أنا شو بيعرفني؟ كيف قدمت بحثك اليوم؟ لا تذكريني، كتير عانيت لحتى تذكرت رانزو من ران الغزلان هاد، بس حطيت الصورة الغلط للأسف. ويلي صار. وهلأ يا زملاء رح نشوف المباني اللي أنشأها، وهذا أول مثال. ما تقوله، كتير تعبنا بدراسة أنا وياه. ممكن أسأل سؤال؟ لإمتى رح نضل نستنى؟ لازم أعمل عقد بهذا الخيط. إيه بالمناسبة، انتبهوا للشموع، لازم تضل مضواية لآخر العشاء، وإلا البركة ما رح تزداد أبدا. عم تزيد المصاري، قديش صرت مجمع بالله؟ خلصت. الحمد لله. طيب تمام تمام تمام. بسم الله. لازم تستنوا كرمال أخوكم، مو؟ طيب، ليش عم تعمل هالشي؟ لحتى حط عقدي على ثروة الأشخاص يلي حاطين عقدي على ثروتي. طلع الموضوع انتقام يعني؟ انتو مالكم فهمانين شي؟ يكون برد الأكل. استنوا! أنا ربطت العقدة بطريقة صح؟ مو مهم، كلوا يلا. استنوا! كان لازم أعمل 41 وحدة، معقول إذا زدت عدد العقد تنسد الأنابيب أكثر من قبل؟ معقول تنسد؟ يا ربي. أوه. طيب خلص كفوا أكلكم. استنوا! سكان جنبنا جيران جداد. إيه، وإذا يعني؟ عجبتني الوضعية، لهيك أنا فتحت هالموضوع المهم. ما بعرف هداك الزلمة كيف تحملك، عن جد أنت كتير ظلمته. الله يسامحك، عن أي ظلم عم تحكي أنت؟ هو كان عم يهددنا دائماً، ونحن أبرياء مو هيك؟ إيه صح، معك حق. يا ترى كم عقدة عملت؟ معقول إذا كانوا أولاد تنسد أنا بيبسروتي أكتر من هيك؟ لا لا، عملت 41 بالضبط. ما نو عرفان شو عم يصير من ورا ظهره. ليك شكله شو غبي، ما نو عرفان أي شيء من اللي عم يصير هون. ويا براك، ليش هيك عم تطلع فيني؟ أنا حاسسهم عم يمثلوا علي،
قال شو أنا أكتر حدا بيفهمه؟ أنا حاسة إنه أجوز ما رح يضل ساكت ورح يخبرهم بالموضوع، ما رح يقدر يتحكم بحاله. أجوز ما رح يضل ساكت ورح يخبرهم بالموضوع، ما حيقدر يتحكم بحاله. شو هالورطة هي؟ خبرهم هلأ أو لا لا، خليهم ينصدموا، رح تسلى كتير. المعكرونة معجنة وطعمتها كتير غريبة. لا زرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي، لا زرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي. أحسنت يا جوكان كارديمير، كل يا صديقي كل، ما بتفهم بشي غير الأكل. كم عقدة عملت؟ طولان شلش لي مخي بحكيه، بس أنا عملت 41، متأكد؟ بتوقع أنه لازم أكل من صحن علي كمان لحتى أشبع. لا زرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي. المشروبات، شو هالكلمة السخيفة هي؟ اسمها مو لابق لها أبداً، وكأنها شغلة مملة مثل أسماء القماش. مو مهم، المهم لازم خلص صحني بسرعة لحتى أكل من صحن علي. ليك الطماع، حط عينه على صحن المعكرونة تبع علي. حياتي ما أكلت أقرف من هالمعكرونة. سيار لكان، يعني كيف لشخص محترف مثلي بيعمل غلطة تافهة مثل هاي؟ أي أخي ناظم، رح نلتقي بالعنوان ذاته، اتفقنا؟ أي تمام تمام، نحكي قريبا. شو هالصدفة الحلوة هاي؟ عنجد أنا معجبة فيك كتير من أول مرة شفتك فيها. يا براك، أنت مع مين عم تحكي؟ مع هاي السيارة الصغيرة اللي مرقت. مو معقول شو حلوة، عندي مشاعر تجاهها. يا الله، أحكي معك بعدين، يلا سلام. رفيقي، شو رأيك تطلب لنا فنجان لاتيه؟ يعني شو قصة اللاتيه معي اليوم أنا؟ مو مهم رايح أطلب. شكله هجوم سنان، كالعادة انتهى بهدف بمرماه هو. حتماً. صاير شي جديد أنا ما بعرفه؟ علي الصوت، علي لك، علي للصوت، علي باريش يا براد، تعوا شوفوا تعوا. شوف تعالوا بسرعة، شبكم ماشي العباد. شو صاير؟ لك هاد بذاته العراف، لك العراف اللي رحنا لعنده أنا وجوكان وطلع نصاب والشرطة عم تلاحقوا ليكن عم تطلقوا. تفضل معنا على المخفر. بكفي، عم أهلك سنوافيكم بنشر في مدى عن كل جديد في القضية، ابقوا معنا أعزائي المشاهدين. ما رح تصدقوا إذا قلت لكم إنه عم اسمع صوت جوكان. هلا يا الله، لنخبركم بأحوال الطقس في المنطقة وما حاجة سلبة. امشي قدامي ولا حرف، امشي يلا. لا تزعل كتير، الموضوع مانو مستاهل. شبك عن جد مو مستاهل، بس أنا فعلا بلشت حس بتحسن اليوم الصباح، بكل شيء كان الحظ معي. أعطيني وحدة زيتون بعد إذنك. ما ضل غير وحدة. بس وحدة؟ شكرا. صحة وهنا. بدي وحدة زيتون بمعيتك. ما بقى عندي والله. كعك سخن، كعك تازة. كيف يعني؟ أنت مقتنع إنه حظك صار أحسن بسبب الفطاير؟ إيه مقتنع، لأنه أنا يلي كان دايماً ينقل لي ما بقى عندي. وعدا عن هيك، اليوم أول مرة ما بضرب رجلي بزاوية الطاولة ولقيت أنينة عصير البردقان لسه فيها، والباص تأخر كمان لأني أنا متأخر. واليوم آخر درس بالمعهد طلعوا لاغينه. تخيلوا، ما عم صدق. بدي أسألك سؤال، يعني هلأ أنت فكرت أنه كل هالشغلات صارت بس لمجرد الصدفة؟ نعم. قصدي عن جد معك حق باللي حكيته، في شيء غريب كتير، يعني اللي صار مستحيل يكون صدفة، صح؟ ممكن تكون شغلة واحدة صدفة، وحتى لو صارت فهي مرة بالألف. وأنتو خليكم ما عم تصدقوني، ماشي؟